رح ناخذ مثال عن كيفية قراءة معلومات من ليست وعرضها بطريقة جيدة. على سبيل المثال لو أنا عندي ليست، تمام، فيها مثلا يوزرز مستخدمين، لنفرض مثلا الفيسبوك، بنلاحظ انه كل يوزر في له باسورد، في له يوزر نيم، في له ايضا جيميل، تمام. يعني انت كيوزر لما انت بتعمل انشاء حساب بالفيسبوك على سبيل المثال، حتخزن الجيميل، حتخزن اليوزر نيم، حتخزن الباسورد الى اخره. لنفرض انا عندي ليست فيها مجموعه من اليوزرز من المستخدمين، يعني تمام بهذا الشكل. اليوزر الاول اسمه على سبيل المثال، طبعا الليست تحتوي داخل ما بهذا الشكل، اليوزر الاول، كل يوزر هو عباره عن ما. اليوزر الاول اسمه على سبيل المثال وائل، تمام، عمره على سبيل المثال 22، تمام، ورقم هاتفه على سبيل المثال 4 5 6 3 4 الى اخره، تمام، والباسورد على سبيل المثال بهذا الشكل، باسورد كلمه مثلا لا على التعيين بهذا الشكل. طبعا انا هون بهذا الشكل انا عندي يوزر واحد عندي يوزر واحد داخل الليست. لو بدي يوزر ثاني هعمل كنترول سي بهذا الشكل، تمام، الثاني اسمه باسل بهذا الشكل، عمره على سبيل المثال 30، رقم الهاتف بهذا الشكل، كلمة المرور باسل باسورد بهذا الشكل. طبعا عندي انا هلا ليست فيها 2 يوزر، تمام، اليوزر الاول هو وائل مع معلوماته كاملة، اليوزر الثاني هو باسل مع معلوماته كاملة. مثل ما شايفين كل يوزر هو عبارة عن ماب داخل ليست. طيب كيف انا بدي اعرض البيانات؟ بكل بساطة بعمل users dot for each، اسهل طريقه. طبعا في عندي عده طرق، ممكن استعمل الوايل، ممكن استعمل الدو وايل، ممكن يعني في عنا اكثر من طريقه. هاي الفكره اللي انا حابب اوضح لكم اياها. انا بستعمل الفور اتش لاني بس اسهل شيء مبدئيا، تمام. فراح اقول له هون print على سبيل المثال، اول شيء يطلع لي طبعا الاليمنت، خلينا نقول نيم بهذا الشكل، تمام، ونشغل البرنامج ونشوف شو راح يطبع لنا. راح طبع لي وائل وباسل، ليه؟ لان انا قلت له طبعا الاليمنت مثل ما اتفقنا هي نفس الليست، يعني انا خزنت اليوزرز بالاليمنت، تمام، بهذا الشكل. فانا اذا بدي الاسم حاكتب نيم، طبعا احنا بنكتب الكي مثل ما تعرفنا بدروس الماب، اللي نسي الماب يحاول يراجع الدرس مره ومرتين حتى يفهم الموضوع. انا هلا طبعت الاسم، طيب انا عايز اطبع مع الاسم ايضا، يعني اطبع بالاضافه الى الاسم اطبع العمر، تمام. فبكل بساطه حاعمل مره ثانيه، اقول له ايش، وشغل البرنامج. حيقول لي انه وائل 22، يعني وائل عمره 22، وباسل 30. طيب اذا انا حابب ضيف، يعني اعرف مثلا هنا هو مكتوب وائل بس ما مكتوب جانبه نيم، انا كيف بدي اطبع كلمه النيم جانب وائل؟ بكل بساطه انا حاعمل دبل كوتيشن بهذا الشكل، تمام. طبعا هلا اذا بطبع بهذا الشكل حيصير عندي، حيطبع لي الاليمنت نيم مثل ما هي، شايفين بهذا الشكل. لازم اقول له انه هذا متغير، فبكل بساطه حاعمل قوسين ودولار ساين، فلح يروح يطبع لي الاسم مره ثانيه وائل وباسل من دون اي مشكله. ليه انا عملت كل هذا الكلام؟ بس عشان اكتب هون نيم على سبيل المثال كسترينج تنطبع بالاضافه للاسم، فقال لي النيم وائل. حلو كثير، نفس الموضوع حكرره انا مع البرنت الايج، اوكي بهذا الشكل، عفوا بعمل لك كنترول سي ونعمل هون كنترول في بهذا الشكل ايج، حاكتب هون ايج بهذا الشكل ونشغل البرنامج. فبنلاحظ النيم هو وائل والايج 22، تمام. فاذا انا صرت عم اقدر احصل على البيانات واكتب جانبها السترنج اللي انا عايزه، يعني ممكن اكتب اي كلام مو شرط كلمه نيم، بس انا حاكتب نيم حتى اعرف الموضوع انه انا اوكي انه هذا اللي عم ينطبع هون هو النيم، تمام. بس هي الفكره، تمام. نفس الموضوع بكرر مره اثنين، خلينا نقول حاكتب الفون، حاكتب ايضا باسورد، اكتب هون طبعا الباسورد اللي هو الكي مثل ما اتفقنا، وهون الفون بهذا الشكل طبعا، وحاطبع. فظهر عندي الاول النيم وائل، الايج 22، الفون، وعندي الباسورد، ونفس الشيء النيم الثاني هو باسل، الايج هي 30، والرقم الهاتف 5546446، تمام، والباسورد الى اخره. كل هذا الكلام بهذا الدرس. اذا تعرفنا كيف نحن نطبع معلومات موجوده بليست داخل ماب، يعني هون انت عندك ليست في داخلها ماب، قدرت انا اصل لكل ماب واطبع معلوماته
كاملة من خلال الفور إتش. طبعاً الوظيفة اللي عليكم إنكم تعيدوا المثال نفسه مرة بالفور العادية بدون فور إتش، يعني الفور اللي أنتم عارفينه، ومرة بالوايل، ومرة تعيدوها بالدو وايل، ومرة من خلال الفور إن. بتمنى يا رب يكون الفيديو واضح.